هذا يقولون الآن لا تقل مسلم وكافر سني ومبتدع، هذا يفرق. طيب ما رأيكم لو صرنا كلنا مسلمين وكلنا سنة وكلنا موحدين، ألا هذا ألا يزيد في الاجتماع؟ يزيد ولا يزيد؟ الآن تقول يمكن أن نجتمع ونحن قلوب شتى، كل واحد يعتقد بعقيدة، ممكن نعيش في وطن واحد وأمن وأمان والبلد للجميع والوطن للجميع، يمكن هذا. طيب ما بالك لو كلنا كنا دين واحد ومذهب واحد وقبلة واحدة ورسول واحد واعتقاد واحد، ها استقامة والأمن والاطمئنان سيكون أكبر وأشد، أليس كذلك؟ فكون ندعو الناس إلى أن تعالوا إلى كلمة سواء، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، وأن نطيع الله ورسوله وأن نتقي الله ونستقيم على أمره كما أمرنا وأن نتبع السنة، هاي دعوة تفريق ولا اجتماع وأتلاف؟ اجتماع وأتلاف. الآن لو أتى إنسان إلى مجتمع فيه عقائد شتى وأحزاب ومذاهب وفرق وقال لهم هلم إلى كلمة سواء، إلى منهج واحد، قال أنت جئت تفرق الأمة، سبحان الله. أولا هم متفرقون أو مجتمعون؟ هم أصلا متفرقون، جئت لأجمعهم يقول أنت جئت تفرق، ولا يقول اترك الناس على عقائدهم وعلى مذاهبهم، هو الذي يدعو الفرقة. هذا منذ القديم يأتون إلى أعقل الناس الرسل، يقول مجنون، هو أعقل الناس. يأتون إلى أصدق الناس وهو رسول، يقول إيش كذاب. يعني يتهم العاقل أعقل الناس بالجنون ويتهم أصدق الناس بالكذب. شوف، وهكذا اليوم الذي يدعو إلى توحيد الله واستقامة المجتمع وتوحيد العقائد ونبذ الشرك والخلافات ونبذ الفرق والأحزاب، هذا هو اللي فرق الناس، سبحان الله، قلب الحقائق. الله المستعان.